المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الليرتية، وفيها الأدوات القراءية القديمة تجذب اهتمام زوار مهرجان إريتريا. نتائج مشجعة لإقامة محمية لوكوان صباح. سيمينار لمكافحة الملاريا في شامبو. زعماء أنغولا والكونغو يجتمعون بشأن الهدنة الهشة في شرق الكونغو. حكومة جديدة في كاتالونيا تنهي الحقبة الانفصالية في إسبانيا. وبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في 2024. أهلا بكم مشاهدينا. جذبت المعدات الزراعية القديمة والأدوات المنزلية الأثرية التي تعرض في مهرجان إريتريا لعام 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا في ساحة المعارض بالإكسبو جذبت اهتمام زوار المهرجان. وتعرض في جناح الإقليم الأوسط أدوات منزلية عتيقة من الصناعات الفخارية التي يصل عمرها 150 عاما، كما تعرض في معارض الإقليم الجنوبي المعدات الزراعية التقليدية التي يبلغ عمرها 60 عاما والتي تعمل بصورة جيدة. وأشاد الزوار بالعروض المقدمة قائلين بأنها تعرف المجتمع بالأدوات والمعدات التقليدية وأنها تساهم في توريث الشباب الثقافات والقيم الاجتماعية. وأوضح مقدمو العروض أن الأدوات المقدمة والمصنوعة من السعف والفخار والخشب والحديد تمثل حضارة وأساليب حياة القوميات الإريتية قديما بمراحلها المختلفة. كما تقدم في المهرجان تقاليد وعادات الخطوبة في الأعراس بشكل مفصل. أبرز جناح إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا لعام 2024 أهمية نهر عنسبة الموسمي في تأمين الموارد المائية والتنمية الزراعية. وأبان الخبير الزراعي السيد عند برهان سلمون أن نهر عنسبة الذي يمتد لأكثر من 158 كيلومترا من عتكليتان وحتى أصماط يمر عبر 7 مديريات من المديريات التسع لإقليم عنسبة، ويتم تنمية مساحة 1450 هكتارا من الفواكه والخضروات على ضفتيه. وأشار إلى أنه من أهم الأنهار في البلاد، حيث يوجد فيه نحو 1400 نحال وعدد كبير من الأبقار والأشجار المستوطنة المعرضة للانقراض. وذكر بأن نهر عنسبة يسهم كثيرا في تنمية المياه الجوفية ومصدر رئيسي لتنمية الفواكه والخضروات في مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار. وقد ساعدت المعلومات المقدمة في مهرجان هذا العام المجتمع على التعرف على أهمية النهر ومساهمته. وأفاد الزوار بأن المعلومات زادت من معرفتهم بالنهر، معربين عن اعتقادهم القوي بأنه سيسهم في تحسين سبل عيش غالبية المجتمع. حققت محمية مديرية لوك عنسبة نتائج مشجعة في تنمية الحياة البرية. وأوضح ممثل سلطة القابات والحياة البرية في المديرية السيد مبرهات وتولد برهان أن مشتل المديرية الذي لديه قدرة تجهيز حوالي 100,000 شتلة يساهم بشكل كبير في برامج التشجير من خلال زراعة الأشجار المستوطنة وغيرها. وقال أن القرى تساهم أيضا بشكل كبير في تنمية موارد الأشجار والحياة البرية من خلال إقامة محميات على مساحات محدودة وحمايتها. وحول محمية الليبان والتغييرات التي أحدثتها، قال أن نوع وكمية الموارد الشجرية زادت منذ إنشاء المحمية، وقد اتخذت 11 إدارة ضاحية خطوات مماثلة. وأوضح مدير ضاحية ليبان السيد تسفاي كاستي أن إقامة المحمية في الضاحية مكن من زيادة الموارد الشجرية نوعا وكما، بالإضافة إلى إيواء الحياة البرية. عقد مكتب الصحة في مديرية شامبوقو سيمينار لمحاربة الملاريا في المديرية. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد تخليزة ونقل أن المرض يتناقص في المديرية بسبب حملات التوعية العامة المستمرة حول أسباب المرض وعواقبه، وقال إن برامج الحملة بحاجة إلى التكثيف حتى القضاء على المرض. وقال مدير مديرية شامبوقو السيد كحساي أسرات أن المديرية هي إحدى مناطق الملاريا في إقليم القاشبركة، ومن الضروري اتخاذ مبادرات مجتمعية
المجتمعية. ونصح خبراء الصحة إدارات الضواحي والقرى بسن قوانين داخلية للوقاية من مرض الملاريا وتنظيم حملات نظافة بيئية منتظمة وإصحاح أماكن تكاثر البعوض وضمان النظافة وإحالة مرضى الملاريا بسرعة إلى المرافق الصحية. وذكر المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاشبركة السيد فرانكو كوبابا أن سمينار الذي أشرف عليه مهنيون صحيون حول الوقاية من مرض الملاريا سيعطي زخما للجهود المبذولة على مستوى المجتمع والمؤسسات الصحية والشركاء الآخرين. أفاد مسؤول التعليم بمدير هبر الأستاذ علي عبه بتقديم دروس تقوية تعليمية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب بالتعاون بين فروع التعليم والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وإدارات الضواحي ومؤسسات أخرى بالمديرية بسبب الضعف في النتائج التعليمية التي سجلت في العام الدراسي الماضي. وأوضح أن الدروس تقدم في قرية عريتاي وتركز على الرياضيات واللغة الإنجليزية ولغة الأم. من جانبهم ذكر المعلمون بأن الدروس المقدمة ستحسن من المستوى الأكاديمي للطلاب الذين تقبلوها بارتياح. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا. التقى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيكسيدي في كينشاسا لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والجهود المبذولة للحفاظ على السلام في المنطقة. ويأتي الاجتماع بعد أكثر من أسبوع من بدء وقف إطلاق النار في الرابع من أغسطس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب محادثات توسطت فيها أنغولا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويهدف الاتفاق إلى وقف الأعمال العدائية بين القوات الحكومية الكونغولية وجماعة M23 المتمردة، لكن الاشتباكات المتفرقة استمرت في المنطقة. وقالت وزيرة خارجية الكونغو تيريز كايو كامبا فاغنر للصحافة بعد الاجتماع أن الزعيمين ناقشا استراتيجيات تعزيز وقف إطلاق النار ومعالجة التحديات الأمنية المستمرة. وأدى الصراع في مقاطعة الشمال كيفو إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص، مما ساهم في رقم قياسي بلغ 7.2 مليون نازح في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب صراعات مختلفة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. استعاد الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز السيطرة على الحكومة الكاتالونية مع تولي حكومة جديدة لمهامها، مما يضع حدا لوجود حركة انفصالية بالسلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما. ويرأس الحكومة الاشتراكية سلفادور إيلا وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة كوفيد-19، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا. وفاز الحزب الاشتراكي الكتالوني الفرع الاقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز بالانتخابات الاقليميه التي جرت في 12 من مايو، لكن دون الحصول على الاغلبيه المطلقه البالغه 68 مقعدا في المجلس. وبعد اسابيع من المفاوضات تمكن ايلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف، عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومه سانشيز في مدريد، وخاصه دعم حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا والأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة. أعلنت السلطات البريطانية أن يوم الاثنين كان الأكثر حرارة في العام في المملكة المتحدة حتى الآن، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 34.8 درجات مئوية في كامبريدج. واقتصرت درجات الحرارة المرتفعة على وسط وجنوب إنجلترا، وتم وضع تنبيهات صحية لملايين الأشخاص، بينما شهد آخرون بداية أكثر رطوبة مع هطول أمطار غزيرة في الشمال، حيث تم وضع تحذير من عاصفة رعدية. ووصلت درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من لندن إلى 33 درجة مئوية، كما تم تسجيل درجات حرارة 32 درجة مئوية في مناطق بلانكشير.
قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وأفاد السكان في أنحاء منطقة لوس أنجلوس بأنهم شعروا بالهزة بقوة. ويأتي الزلزال بعد أقل من أسبوع من زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا، وشعر به سكان لوس أنجلوس أيضا على نطاق واسع، ولم يتسبب هذا الزلزال في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الأدوات التراثية القديمة تجذب اهتمام زوار مهرجان إرتيا. نتائج مشجعة لإقامة محمية لوكو عن صباح. سيمينار لمكافحة الملاريا في شامبوكو. زعماء أنغولا والكونغو يجتمعون بشأن الهدنة الحشة في شرق الكونغو. حكومة جديدة في كاتالونيا تنهي الحقبة الانفصالية بإسبانيا. وبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في 2024. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.